معنا من دبي الدكتور محمد نجار، طبيب عام. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. يتبادر الأذهان ضمن الوظائف الأخطر في العالم، مثلا المهن في مجال الطاقة النووية، الذرية، الجرثومية أو غيرها من المهن الخطرة، لكن بحسب الدراسة أغلبها تتعلق بمهن الطب. هل إلى هذا الحد تشكل خطرا على صحة الإنسان؟ مساء الخير لكم ولمشاهدينا الكرام. حقيقة طبعا الدراسة اعتمدت على عدة عوامل، لما نقيم أي مخاطر في عدة عوامل وليس عامل واحد، كعوامل فيزيائية مثل الحرارة التي تؤدي إلى الإجهاد الحراري، الضوضاء التي إذا تم التعرض لمستويات معينة منها على فترة طويلة تؤدي إلى فقدان السمع، الضوء، الأشعاعات التي تؤدي إلى بعض السرطانات أو الاهتزازات. وهذا أيضا يوجد مع طبيب الأسنان حتى كمخاطر فيزيائية أوجاع مزمنة في منطقة الظهر، أو الاهتزازات نتيجة الآلة الموجودة معه قد تؤدي إلى مشاكل في تروية الدم للمناطق المعرضة للاهتزاز. هناك في مخاطر كيميائية أيضا، نعم، تنتج من استنشاق مواد كيماوية على شكل أبخرة وغازات سامة وأدخنة، أو ممكن أنها تلامس الجلد وتسبب أيضا مشاكل للجلد، وهذا ما يتعرض أيضا له طبيب الأسنان. في كمان أشياء تتعلق في الحساسية مثل الربو والتهاب الأغشية المخاطية. نعم. في مخاطر بيولوجية اللي هي تنجم عن دخول ميكروبات لجسم الإنسان من فيروسات وبكتيريا وطفيليات وغيرها. وطبعا بما أنه الطبيب الأسنان باستمرار يستخدم هذه الأدوات الحادة فهو معرض أيضا لمثل هذه المخاطر البيولوجية. طيب دكتور، نصيحتك لمزاولي هذه المهن الخمس للتقليل من مخاطرها، 4 في مجال الطب اختصاص حضرتك، و1 في مجال الطيران، مضيفي ومضيفات الطيران. نعم، هم بالنسبة لمضيف الطيران طبعا المشاكل الفيزيائية، هو بيتم أخذ شنط الركاب وضعها بشكل جيد أحيانا، فممكن يتعرض إلى آلام عضلية، وبما أنهم بيسافروا من منطقة إلى أخرى فأيضا ممكن يتعرضوا لمشاكل نقل بعض الأمراض. النصائح إن تبدأ في عملية التطعيم، أخذ اللقاحات. ألو، نعم معك دكتور، تفضل. نعم. أكمل. نعم. إذن هي اللقاحات وماذا بعد أيضا؟ أهم شيء أخذ اللقاحات أولا بأول، استخدام آمن للأدوات الطبية الحادة كالإبر والمشارط، وحيث يتم وضعها بمكان مناسب ويتم نقلها، عدم نقلها من شخص لآخر إلا بأواني خاصة لها، والتخلص من النفايات بالشكل الصحيح والآمن. وأخذ الحيطة بارتداء الأدوات الواقية كالقفازات والكمامات والنظارات الواقية والمئزر، واستخدامها بالشكل الصحيح والفعال، وتنتهي نعم بعملية التعقيم لكل أجواء ومرافق نعم دكتور. العيادة. نعم. إذن الاحتياط والتعقيم. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة والمعلومات. حدثنا من دبي الدكتور محمد نجار، طبيب عام.